اهلا ومرحبا معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. بركب ايقاع بسيط على الدرم كيت السعودي، ايقاع الصوت، ويعني تجربة نشوف معاكم. زين هنا الصفقة، عقب اوكي نعمل له كونتايز عشان يضبط نفسه. اسكسيوت اوكي، نرجع مرة ثانية اوكي. ركب البيز، حد يسميه بيز، حد يسميه باص، يلا اللي هو ركب الباص. يلا زين كورد، نعطي كورد يكون الاي بيانو احلى، البي بيانو هاش احلى. زين ما يحتاج كتجربة، من سيفه في اليوزر سيف هير، نسميه دبل اس مثلا اوكي، دبل اس عشان ما نطول في تسجيل الفيديو اوكي. الحين تسجل، اطلع تعال في اليوزر يكون موجود اوكي. حط له ليفت، حط له ليفت اللي هو السترينجز اللي يكون طويل عشان يعطي حلال ال هذا تركيب بسيط. طبعا الناس الفنانين المحترفين في الايقاعات افضل مني يسوون في الايقاعات، يلعبون لعب. هذا بس شيء بسيط حبيت اراويكم، والى اللقاء.